شوط اول ولا اروع، شوط اول يليق بمنتخب مصر، شوط اول وحشنا من زمان، شوط اول بيترجم الحقيقه انه في حاله فنيه مختلفه تماما بيعيشها المنتخب المصري بتشكيلته اللي بدا بيها ماتش جزر القمر عن ماتشات تانيه كتير. انا قلت لحضراتكم هدف النهارده اكتر من ان احنا نفوز واكتر من ان احنا ناخد الثلاث نقط واكتر من الصداره وتاكيد التاهل لامم افريقيا كاول مجموعه، كان انه الجمهور يطمن. الجمهور كان مش جمهور الكره ما كانش راضي تماما، مش بس على ماتش كينيا الحقيقه، على المرحله اللي فاتت بشكل كبير، والاهم انه كان قلقان على اللي جاي اللي بيشوفه اهم واصعب، سواء كان المشاركه في كاس افريقيا والتتويج وهو حلم مشروع جدا لجماهير الكره المصريه، وايضا التاهل الى بطوله كاس العالم من خلال تصفياتها اللي هتبتدي في يونيو. اعتقد الشوط الاول ده في بادره امل. بنتكلم طبعا النهارده في ضيافتنا استاذ سامي عبد الفتاح مدير تحرير بجريده المسا، وهيشرفنا طبعا ويعني بشكره على وقته انه حرمناه من متابعه الشوط الثاني من مباراه منتخب مصر، لكن نتكلم اكتر وندردش عن شكل المنتخب النهارده، واعتقد انه مختلف بشكل كبير جدا عن الماتشات اللي فاتت. اهلا بيك يا استاذ سامي. اهلا بيك يا استاذ احمد، شرفنا ومنورنا. وخليني ابتدي من الشوط الاول، بيتهيألي قماشه يعني هو الشوط الاول مكفينا عن الشوط الثاني. صحيح حقيقه، يعني خدنا وجبه كويسه جدا. يعني كنا عندنا حاله قلق من ماتش كينيا، ويعني من قبل كينيا والله يا استاذ سامي، من قبل كينيا، بس برضه احنا من قبل كينيا كان في حوالي 4 5 شهور منتخب مصر ما بيتجمعش. أيوه. من نوفمبر اللي فات، فانما اللي شفناه النهارده يعني يصلح بعض الشيء مش كل شيء. أوه. عن الحاله اللي كنا فيها في ماتش كينيا، مش عشان كنا بنلعب بره. أيوه. احنا كده كده بنلعب بدون جمهور هنا او بره، فالملعب واحد، او الظروف الاكسجين والجو وال يعني الرطوبه والحاجات دي كلها. أيوه. مفروض ان احنا معديينها من زمان يعني. أيوه. خصوصا ان احنا منتخب مصر هو نخبه من اللاعبين الكبار جدا في الاهلي والزمالك وبيراميدز ومحترفين متعودين على كل الاجواء. النهارده شفنا منتخب قدر يحس جمهور مصر والجماهير اللي كانت غضبانه منه، وقدر يعني يصلح قدر كبير، مش عشان الاربع اهداف اللي جم في نص ساعه تقريبا او اقل من نص ساعه، ولكن عشان الاحساس بالجمهور واحساس باهميه ان ده منتخب مصر. دي نقطه مهمه جدا، يعني منتخب مصر ده مش حاجه بسيطه يعني، فيعني لاعبتنا تحس ان هي عندها مسؤوليه مع منتخب بلدها، دي نقطة مهمة جدا، لأن احنا يعني مش عايزين ننسى إن احنا أحبطنا بشدة جدا في كأس أفريقيا 2019 كانت في القاهرة هنا. أيوه. نفس هذا الجيل احنا بقى لنا 10 سنين بنحبط والله يا أستاذ سامي. بالظبط. يعني لا بس كانت البطولة في أرضنا كتير جدا. البطولة في أرضنا وفي جمهورنا، ومصر نجحت تنظيميا جدا فيها طبعا، فكان لازم تتوج باللقب او على الاقل تلعب نهائي. لما انت خرجت بالدور الاول يعني، يعني يعني انت يعني في جيل بحاله في هذه البطوله. أيوه. يعني خد علامه حمراء. فيعني كان لازم بقى هذا الجيل يعني يستنفر من داخله ويطلع كل اللي عنده، بس مش بس عشان جماهيرنا واعلامنا، ولكن عشان نفسه كجيل يعني جديد وقوي جدا. ما بقاش جديد قوي يا استاذ سيد. مش جديد قوي، بس كمان ما عملش حاجه. يعني رصيده حتى الان لا شيء. من وجهه نظرك ليه؟ يعني انا كنت بعمل امبارح هنا مقارنه بين اجيال مختلفه، جيل اللي فاز ببطوله افريقيا 86، جيل كابتن خطيب وشوقي غريب ومصطفى عبده وثابت البطل وغيرهم طبعا عشان ما انساش حد. جيل اللي راح بوركينا فاسو وهو محمل باعباء وضغوط نفسيه عنيفه جدا، حازم وحسام وعبد الستار وعماره وياسر وهاني رمزي وغيرهم، واعتقد حضري ونادر السيد. بالزبط. وراحوا يعني عليهم ضغوط رهيبه ورجعوا ببطوله وقدموا بطوله عالميه 2006 2008 و2010 تريولوجي يعني ولا اروع، ولا كان طبعًا حد يتوقعها طبعًا. واداء بره وجوه على ارضك وبره ارضك يعني في 10 سنين فارق ما بين بعد كده مفيش بقى الصوره الجماليه الرائعه مميزه جدا واجيال محترمه، مع انه الجيل ده على مستوى مثلا اللعيبه المحترفه يعني احنا كان عندنا لعيبه محترفين، كان عندنا زيدان مثلا وهاني رمزي واحمد حسن، بس ما كانوش مثلا على مستوى ليفربول بخبرات صلاح والشامبيونز ليج ودوري انجلترا او ارسنال او غيرهم. يعني ليه الجيل ده ما عندوش نفس الحاله او ما عندوش نفس الروح؟ هتيجي يعني هو طبعا الحاله دي هتيجي طبعا
لازم ناخد بالنا ان برضو الغياب عدم التجمعات قدر كافي، منتخب ما بيلعبش مباريات تجريبيه نهائيا. طبعا الكابتن جوهري رحمه الله عليه كان بيعمل معسكرات طويله الامد كانت معروفه عنه. كابتن حسن شحاته يعني كان واخد يعني واخد تشانس عالي جدا في اعداد المنتخب، عشان كده حقق ثلاث بطولات متتاليه يعني. انما الجيل الحالي مع الكابتن حسام البدري او غير حسام اجيري ما هو فشل. كبر يعني دوبك عمل وصل دور قبل نهائي، حتى كوبر لما وصل نهائي بطولة افريقيا كاميرون ووصل لكاس عالم الناس برضو ما كانتش راضيه على المنتخب، بتيجي في حته معينه ويحصل دروب جامد قوي. فطبعا يعني هتيجي الحاله الاجاده لما الامور تستقر شويه، كورونا يعني مأثرة على الدنيا كلها ومأثرة على انديتنا حتى. هتيجي وهتوصل للمنتخب يحس يعني يطلع من عنده لعيبتنا تحس باهميه هذا المنتخب. وتحس قد ايه الجماهير وان كانتش موجوده في المدرجات انا بقلبها معاهم في كل لحظه. محتاجه ان حاله يعني ما اخبيش عليك يا استاذ احمد ان في فتره معينه قريبه مش بعيده. اصبحنا اهل وزمالك وصراعات في على السوشيال ميديا ونسينا منتخب مصر خالص. نسينا في هذه المرحله من سنه او اثنين يعني الله يجازي اللي كان السبب بقى، نسينا منتخب مصر خالص. وبدليل ان في 2019 لا رحنا ولا جينا. نظمنا ونجحنا في التنظيم وحضرنا كويس قوي وبعدين منتخبنا مش موجود. فيعني الحالة دي ابتدت انا شايف ان احنا في حالة نقاهة منتخبنا. ابتدى يتحسن شوية شوية مع الوقت، هيكون في مساحات زمنية تجمعات اكتر. اقف مع حضرتك فضل. شوية من وجهة نظر الشارع. اتفضل. انا عندي فرقتين، واحد بطل افريقيا وواحد وصيف بطل افريقيا بالظبط، وعندي فرقة تالتة وصيف كونفدرالية. والاهلي راجع من العالم ببرونزيه على حساب بالميراس بطل البرازيل وبطل امريكا الجنوبيه. وعندي مصطفى محمد مكسر الدنيا في تركيا، ومحمد صلاح مكسر الدنيا في انجلترا. والنني عامل احسن موسم ليه مع الارسنال. مش عايز اعدي على الاسماء، لكن انت لو حطيت 11 انا لو اي حد في الشارع سالته حط لي 11 اساسيين منتخب مصر مش هيغلب. من حارس المرمى لراس الحربة هيحط 11 سوبر. بالظبط، ايا كانت الاسماء هيحط 11 سوبر. التفوق ده مش لاقي ليه مردود على مستوى النتائج. مشكله جهاز فني وتحديدا كابتن حسام البدري، ولا كابتن حسام البدري مظلوم من وجهه نظرك، ولا الروح غايبه عن اللعيبه دي يتالقوا مع انديه لكن المنتخب ما عندوش نفس الاهتمام، ما فيش نفس الروح. هم لسه يعني ما ذاكروش او ما خدوش فتره المذاكره ان هم دول لعيبه منتخب مصر كمان. انت يعني على الحاله الفرديه لكل واحد منهم يعني تعمل له تمثال. تمام. يعني نجم حقيقي فما كانش موجود، انما ان هم متجمعين مع بعض ومعاهم جهاز فني مستقر. ويعني الحاله دي كانت موجوده عند كبر شويه. يعني كان شغال معاهم فتره طويله. ومستقر. انما اجيري جه ما عملش حاجه. طبعا جه كمان كابتن شوقي غريب مع منتخب مصر برضه يعني ما لحقش يعمل حاجه. حسام البدري لا اقدر اقول عليه عتب ولا اقدر اسامحه. يعني لا ظالم ولا مظلوم. يعني لسه ما قرناش منه منتج حقيقي. يعني حتى لو الاربعه اهداف اللي في الشوط الاول اللي شفناهم النهارده واستمتعنا بيهم جدا وبردوا قلوبنا شويه. ده مش مقياس يعني. لا تمام. ده مش مقياس. المقياس ان انا اشوف منتج حقيقي. انا مستهدف لقب افريقيا عظيم دي لازم يعني كان افتكرها من مانويل جوزيه، كان يقول لك انا لازم اوصل الخطاب بتاعي لذهن اللاعب بتاعي. انا عايز ايه مش السنه دي، بعد سنه واتنين. يعني حضرت معاه محاضره في اليابان في 2005 المشاركه الاولى لكاس العالم للانديه، بيلوم نفسه قدام لاعبته قاعدين بنتعشى وهو بيلوم نفسه قدام لاعبته، انا المسؤول عن فشلكم في هذه البطوله. كانوا ايه منتخب فرقه جباره طبعا، كان فرقه جباره.
انا بقول لكم دلوقتي نعمل كذا وكذا وكذا كذا للبطوله الجايه اللي هيحقق فيها البرونزيه المره الثانيه. ثاني مشاركه. ثاني مشاركه. فيعني يعني التواصل مع بين الجهاز الفني او المدير الفني ولاعيبته ده مهم جدا، وده كان يعني مش موجود خالص في المرحله اللي فاتت دي بالنسبه لمنتخب مصر. يعني حتى ولو على سبيل يعني من وقت للتاني يبقى في تحضيرات على السبوره، يعني أي. تجمعات نظريه. فطبعا مش واصل لعيبه منتخبنا حتى الان قد ايه هم بيحملوا مسؤوليه كبيره جدا قدام الجماهير المصريه لكره القدم، او الجماهير المصريه بصفه عامه، او دوله مصر كشعب، لان مصر عاشق لكره القدم. الشعب المصري عاشق الكره. طب ده واحده من اهم مصادر فرحه المصريين. بالظبط بالظبط. فيعني هي النقطه بالظبط. يعني محمد صلاح متميز ومتفوق جدا مع ليفربول، تريزيجيه كذلك، مصطفى محمد في اقل من شهرين كان نجم في الدوري التركي. صحيح. فكل ده يعني المفروض يصب في ان احنا عندنا منتخب لازم يا جماعه يبقى بنحترمه جدا ونستهدف له بطولات زي ما يعني والبطولات مش بعيد عننا. ما نقول الاهلي زي ما حضرتك قلت بطل افريقيا وثالث العالم. أيوة. الزمالك وصيف افريقيا. بيراميدز اللي برضه ممول قوي جدا للمنتخب ما كانش بعيد عن لقب الكونفدراليه، والثلاثه برضه يعني على اتوقع برضه ان في البطوله النسخه الحاليه ما هماش بعيد عن اللقب برضه. فبالتالي يعني لازم الحاله دي تنعكس على المنتخب. يعني كميه المحترفين اللي بره دول يعني الماظ. يعني احنا يعني النهارده شفنا بعض الشيء، شفنا بعض الملامح، استمتاع، اهداف. مش هنقول بقى حضرتك فرحت ان احنا تاهلنا لكاس افريقيا؟ احنا 25 مره نتاهل كاس افريقيا. ده طبيعي يعني مفيش حد فرح ان احنا تاهلنا لا يعني واحد بيدرس الدكتوراه تفرح انه خد الثانويه العامه؟ لا طبعا بالظبط كده. هو ده اللي انا بقوله. الاهم بقى السؤال الاهم، وحضرتك بتقول انه ماتش النهارده في اداء وفي روح وفي حاجه يعني لمحه، في لمحات لكن مش مقياس في النهايه. لا مش مقياس. ايه المقياس؟ المقياس ان انا استهدف اللقب، ده اللي كنت بقول عليه. ما هو انا عايز احكم واطمن. انا عندي كاس امم افريقيا في الكاميرون 2021 وعندي شهر 6 بدايه تصفيات كاس العالم في قطر 2022. الاثنين دول انا عايز ابقى مطمن وانا رايح لهم. عايز اطمن ان انا رايح انافس على اللقب، يعني رايح العب على البطوله مش رايح اشارك وخلاص، وعايز اوصل كاس العالم، من حق اوصل كاس العالم. لا. هل حضرتك شايف انه في حاجه اقدر اخد بناء عليها قرار؟ هل شايف انه في مرحله او في بينه او في علامه يقدمها المنتخب قبل ما ابتدي ده، ولا مستنيين نعطل في دول فنرجع نقول احنا محتاجين تغيير؟ لا مش لا ده مفيش وقت خالص. ولازم يعني امانه من كل نجم من نجوم منتخبنا، نحط بورد كده في بيته، كاس عالم، لقب وكاس افريقيا، يعني عشان يقعد يذكرهم طول النهار والليل كده، يحلم بيهم ويفكر فيهم. ويعني هي مش مسؤوليه مدرب بس. يعني النهارده يعني انا قناعتي من زمان ان اللعيبه كويسه بتصنع مدرب، المدرب بيقود لعيبه مش اكتر من كده. فيعني يعني دي لازم يحطوها في ذهنهم ودخلهم ان هم عندهم كاس عالم. مش وهم على فكره اغلبهم تاهل كاس عالم اللي فاتت. ايوه. مش ده طب وعملوا ايه؟ لا مش كفايه، لازم يكون كاس عالم ويظهروا بظهور قوي جدا في التصفيات في المونديال. قبل كده عندنا كاس افريقيا، دي هتجيب دي. اذا كاس عالم كاس افريقيا قدرنا نحقق فيها لقب باذن الله، دي هتجيب هتخلي شكلنا في كاس العالم مختلف عن البطوله اللي فاتت. فيعني محتاجين ان هو لعبتنا تبقى مذاكره قوي قوي قوي. صحيح. الهدف بتاعها. طيب مش بالضروره انه نجاح مدرب مع انديه يترجم لنجاحه مع منتخبات، ده هيكون سؤالي لحضرتك بس بعد ما نروح لفاصل سريع. ماشي. ونرجع مره ثانيه مع الاستاذ سامي عبد الفتاح ضيفنا النهارده في السادسه بعد الفاصل.
مازال المنتخب المصري بيحاول والجماهير مستنيه اربعه تانيين زي بتوع الشوط الاولاني، لكن على كل الاحوال اداء النهارده الى حد ما اداء مختلف وبشكل كبير جدا. تحس ان اللعيبه عايزه تقول حاجه للجمهور وعايزه تطمن الجماهير على المنتخب. زي ما قال استاذ سامي عبد الفتاح قبل الفاصل انه مباراه النهارده مش مقياس، وسالته ايه هو المقياس خصوصا انه الفتره اللي جايه احنا عندنا كم من البطولات سواء على مستوى المنتخبات او على مستوى الانديه. المنتخب الاول عنده بطوله امم افريقيا، عنده تصفيات كاس عالم، عنده اعتقد زي ما قال لي استاذ سامي كمان هيشارك في بطوله كاس العرب اللي هتقام قبل كاس العالم، وان شاء الله لو تاهلت كاس عالم هتلعب كاس عالم. والاولمبي عنده اولمبيات، والاهلي عنده افريقيا، والزمالك عنده افريقيا، وبيراميدز عنده سنه زحمه جدا يا استاذ سامي. جدا جدا السنه اللي فاتت مش هتحتمل اي مطبات من اي نوع. لا يعني طبعا ده لود كبير جدا على انديتنا ومنتخباتنا، بس احنا وصلنا لدرجه احترافيه ان احنا نستحمل، المفروض لاعبتنا تستحمل هذا الجهد، ان ومدربينا يكون عندهم بلين كده واضح ان هم يعني يخففوا الجهد على لاعبتهم ويوزعوه على مدار الموسم، لان طبعا تعديات قويه جدا الاهلي والزمالك وبيراميدز ومنتخب مصر ومنتخب الاولمبي، وهو واخد من هنا واخد من هنا، فيعني المنتخبين واخدين من الانديه، فبالتالي يعني مسؤوليات كبيره جدا. نتمنى ان احنا نقدر نحقق انجازات حقيقيه. صحيح 2022 و2022 ان شاء الله ترفع من شان الكره المصريه اللي هي تستحق فعلا ان هي يكون في مستوى احسن كتير من مما هو فيه الحال. والناس استحملت كتير، الناس يعني استحملت كتير جدا، ويعني أنا دايما بتذكر 2019 والألم اللي أصابنا كلنا يعني طبعاً. فطبعا هذا الجيل مطالب بالمنافسة على اللقب، مش أقل من كده. طيب خليني أرجع للسؤال اللي قلته حضرتك قبل الفاصل. اتفضل. في أوقات كتير جدا وتجارب كتير يعني بدون ذكر أسماء مدربين نجحوا وكان ليهم مشوار رائع مع أندية، أيوه، لما جم نقلوا لفكرة المنتخبات ما حققوش نفس المستوى من النجاح، والعكس الصحيح. في أوقات كتير جدا بيبقى في مدربين ناجحين جدا مع المنتخبات لما يجوا يمسكوا أندية ما قدروش يعملوا نفس النجاح. ده ينطبق على كابتن حسام من وجهة نظرك، ولا كابتن حسام لسه ما خدش الفرصة كاملة؟ ما أنا برضو أقدر أقول يعني دي ملحوظة موجودة إن في ناس بتنجح مع أندية وفي ناس بتنجح مع منتخبات وفي اللي بينجح مع ده وده. مظبوط. يعني زي كابتن جوهري نجح طبعا رحمة الله عليه، كابتن حسن شحاتة نجح، كابتن حسن شحاتة نجح مع ده وده، إنما طبعا تقييم كابتن حسام بدري في الوقت الحالي يعني غير عادل. يعني انا طبعا اتمنى له النجاح لان ده بيصب في مصلحه منتخبنا وكلنا في ظهره، انما طبعا اذا جه اتحاد كره جديد في اغسطس او سبتمبر القادمين وكان لازم يكون له تقييم حقيقي للجهاز الفني. يعني هو طبعا دي مسألة حقيقية، تقييم ومراجعة وإيه الصعوبات الموجودة على قدامه عشان يقدر يدي أكثر من كده. كابتن حسام البدري من الشخصيات اللي هي عندها جدية جدا في شغلها، ولكن هو أغسطس أقدر أغير ده، أنا أغسطس هبقى ابتديت بالفعل مشوار تصفيات كأس العالم ويمكن أكون خلصت ماتشات الدور الاول في مع ليبيا والجابون وانجولا، وبيتهيالي هيبقى صعب جدا اي مدير فني يجي لسه يتعرف على الفرقه ويعني انا المنتخبات بالذات انا مش حابب التغيير الكتير، لان ده دايما مدرب المنتخب يجي يبدا من الصفر. مظبوط. يعني ما هوش شايف كل يوم الاهلي بيلعب مثلا او الزمالك بيلعب على الشاشه قدامه، بيقدر يقيم، بيقدر ياخد ملاحظات، بيقدر يعني يتعايش مع الفرقه دي، ولو راح لها مش هيبقى عنده مشكله. انما المدرب منتخب يعني دي عقده كبيره جدا، مش سهله ان انا اغير مدرب منتخب كل شويه الا اذا كان في دروب كبير. يعني ما هو جهاز مش قادر، يبقى هنا لابد تغيير، لان ده مش منتخب مصر مش لحساب حد، ايوه لحساب بلد. فطبعا كابتن حسام البدري يعني حتى الان محتاج يشتغل اكتر، ازاي بقى في وسط الزحمه دي والجداول المضغوطه دي، يعني دي مسؤوليته هو. وكمان الجهاز اتحاد الكره الجاي لازم يساعده اكتر
انه يعمل يستغل كل الاجندات الدوليه انه يجيب له منتخبات كويسه تلعب في مصر او يروح لها او بتاع عشان نشوف المنتخب الحقيقي ده وياخد خبرات. مش كابتن صلاح بس ولا تريزيجيه بس ولا النني بس ولا يعني كل المحترفين او كل لاعبتنا الموجوده على ارض الملعب دي كفايه، لازم يكون في تجانس وانسجام عالي جدا وفاهمين بعض زي النص ساعه اللي شفناها اللي جبنا فيها اربعه ده، شايفين بعض كويس قوي. دي حاله محتاجينها تبقى موجوده على طول، بس طبعا كمان قدام المنتخبات القويه جدا. عندك الجزائر، عندك المغرب، عندك شمال افريقيا كله، عندك الكونغو، نيجيريا، مثل هذه المنتخبات محتاجه ان انت تتعامل معاها بنفس الابداع اللي شفناه في نص ساعه خلال الشوط الاول. والسؤال هل تقدر في مواجهه من العيار التقيل بقى انك تقدم نفس المستوى ده؟ دي قصه ثانيه ما حدش يقدر يجاوب عليها دلوقتي. يعني طبعا متهيألي محتاجين نتحط في وبيتهيألي محتاج المنتخب كمان يخوض ماتشات دوليه مع يعني فرق قويه جدا عشان تقدر تقيس وتعرف فين نقط الضعف عندك وفين الثغرات وتتعامل معاها. وبعدين ما يكونش في اعتذارات المحترفين. دي نقطه مهمه لان دول علامات في منتخب مصر. طبعا يعني طالما هي في اجنده دوليه لازم يجوا ويشاركوا ويشاركوا بجديه، واذا وصل قناعه للناس كلها والجماهير والاعلام والنقاد الرياضيين المحترمين واتحاد الكوره ان هذا الجهاز قادر على انه يقدم شيء فليستمر. اذا والعكس صحيح بدون تردد بدون صحيح. تردد يعني لان دي امانه. منتخب مصر ده يعني قيمه كبيره جدا، لازم 25 سنه مشاركه، سبع ارقام افريقيه يعني اكثر طبعا. من كده نمبر 1 في افريقيا. بمناسبه الروح برضو سؤال مهم جدا لحضرتك فيما يتعلق باوضه اللبس. ما فيش شك ودي بقى سواء كنا بنحقق بطولات افريقيا او ما بنحققش انه المنتخب طول عمره بيضم لعيبه تقيله، نجوم معيار تقيل، اوضه اللبس بتاعه المنتخب فيها اسماء على اعلى مستوى ايا كان الجيل، ما بتكلمش على جيل معين ولا حتى بتكلم على الجيل ده بس. وبالتالي فكره انك انت تسيطر على اوضه اللبس وانك انت تدوب كل الاسماء دي في زي ما بيقولوا كده بوتقه واحده هدفها مصلحه المنتخب، ده مهمه مش او شيء مش بالهين على الاطلاق. ده مش بالهين. هل بتشوف انه ده منطبق على اوضه اللبس بتاعت منتخب مصر في التوقيت الحالي، ولا الاوضه محتاجه ظبط وربط اكتر من كده شويه؟ يعني طبعا يعني عم نتكلم في حاجه زي كده بنتكلم على مدير الكوره كابتن بركات ومعاه حسام البدري. فطبعا دي مسؤوليه كبيره جدا وصعبه لانك انت مش شايف اللي جوه عشان تقيمه انت كان صح ولا أيوة. لما ساعات بيبقى بتسمع حاجات او بيحصل انعكاسات ملاحظات يعني فعلا بتخلي يعني في قلق ان اوضه اللبس يعني مع هذا الكم الكبير من النجوم يعني فيها في قلق في قلق. هنا شخصيه الجهاز الفني من ناحيه ودور اتحاد الكوره من ناحيه اخرى. يعني ما هو لازم يكون داعم قوي جدا، وإذا وصل لمسؤول الجبلاية إن في قلق داخل أوضة اللبس لازم يكون لهم وقفة قوية وواضحة. إنما أنا أتصور إن داخل أوضة اللبس منتخب مصر ما فيش مشاكل كتيرة، لأن يعني كل لاعبتنا عندهم إحساس وطني عالي، مش مدينا كل الكرة الحلوة اللي إحنا نتمناها. أيوة. ما عندهم إحساس وطني عالي ما بنشكش في كده، وكل واحد فيهم قائد مع نفسه قائد مع فرقته. فدي يعني احيانا السوشيال ميديا بتصير بعض القضايا او المشاكل حول اشاره الكابتن او ده قال ده ايه وده قال ده ايه، وبيطلع في الاخر ده مش صحيح. طبعا احنا يعني السوشيال ميديا على قد ما هي حاجه جميله جدا لكن برضه فيها قدر كبير من الازعاج. أيوة. والاجتهاد غير مبرر واللي ما بيعتمدش على يعني مصادر موثوقه. فطبعا انا شايف ان اوضه اللبس دي مسؤوليه الجهاز الفني اولا واخيرا اكثر من الملعب على فكره. لان انت ممكن تعمل في الملعب تفكر في الملعب على البورد حاجات كتير جدا وتحفظها اللعيبه، وتيجي في اوضه اللبس النفوس مش مظبوطه. كل حاجه راح. فهنا يعني دور الجهاز الفني والجهاز الاداري نكون متواصل بشكل دوري
يعني مش مجرد النهارده في التجمعات بس. ماتش خلص خلاص كله ده راكب طيارته وراح هنا وده راح هنا وده راح هنا، لا لازم يكون كابتن بركات وكابتن حسام البدري على تواصل دائم مع صلاح. احسنت النهارده يا صلاح، تريزيجيه النهارده حطيتك الحته دي، يعني في كلام فني وكلام اداري وكلام اخوي يقدر يبقى في يعني حاله تواصل، تواصل انساني. ايوه تواصل انساني تفرق مع المصريين جدا الحته جداً دي جدا جدا. ان انا احس ان المدرب بتاعي تابعني ومهتم بيا وحافظني وبيذاكر لي وبيعاتبني ويشيد بي كمان. في اشاده، في عتب، في كل دي حاجات حلوه جدا مهمه، لها مردود ايجابي جدا. طالما انا مش واخدهم في حضني وطالما في صعوبات ان هم يبقوا جنبي، لا اتواصل معاهم. التواصل النهارده ابسط حاجه النهارده في التواصل. صحيح. المنتخب الاولمبي بعد مشوار الاولمبيات، وان شاء الله نتمنى، يعني كتير من الناس شايفه انه منتخب قادر ان هو يحقق ميداليه. منتخب مصر الاولمبي، هل شايف انه في عناصر تستحق انها تكون موجوده مع منتخب الاول في الفتره اللي جايه؟ يعني طبعا يمكن منهم مصطفى محمد في الوقت الحالي، لكن هل شايف انه منتخب ممكن طاهر محمد طاهر؟ لا طبعا منتخب الاولمبي هو يعني هو انا بعتبرهم منتخب واحد، يعني دي مسؤوليه مشتركه بين الكابتن حسام البدري والكابتن شوقي غريب، ان هم يعني يتشاوروا مع بعض دايما. وجود مصطفى محمد ده بيساعده يعني انه يرفع من مستواه، لان اللعب مع منتخب مصر حاجه واللعب في تركيا حاجه ثانيه. ده تنافس، يعني تنافس في مسابقه دوري غير وان جيم، يعني بيبقى لها حسابات ثانيه. فانا اتصور ان لو في فرصه دايما يبقى في اجتماعات مشتركه بين الاثنين، او دمج في مباراه تجريبيه. انا عندي كابتن شوقي غريب عنده مباراه تجريبيه، ممكن ياخد 2-3 لانه هو مسموح له 3 في الاولمبياد، 2-3 يجربهم مع المنتخب الاولمبي حتى لو مش لو ما فرصته مش موجوده. ده يعني هيساعد جدا. انما انا طبعا انا شايف ان المنتخب الاولمبي الى حد ما مكتمل، يعني صفوفهم مكتمله وعندهم حماسه جدا ان هم يعملوا حاجه. لو حبيت توجه كلمه لكابتن حسام البدري تحب تقول له ايه؟ والله يعني كابتن حسام، انت طول عمرك قوي وقادر على ان انت تعمل جيم، يعني نتائج كويسه جدا مع منتخب مصر، ودي فرصتك انت، يعني فرصتك. انت لعبت مع الاهلي او دربت الاهلي كتير ودربت انديه اخرى، دي فرصتك مع منتخب مصر ان انت تعمل علامه زي كابتن حسن شحاته ما عملها، كابتن جوره الله يرحمه. فيعني خليك قريب اكتر من اللعيبه، عيش 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 ايامك كلها مع منتخب مصر حتى لو ما فيش تجمع. دي الرساله ممكن اقولها له، وانا واثق ان هو يعني بيعمل كده من غير ما اقول له. يعني ان شاء الله. استاذ سامي عبد الفتاح ومدير تحرير بجريده المسا، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، ونسيبك تستمتع بالدقائق الاخيره من ماتش مصر وجزر القمر، وكل التوفيق لمنتخبنا اللي ما فيش شك انه اي كلمه بنقولها هنا بتبقى بدافع غيرتنا على منتخب مصر، وبتبقى هدفها في المقام الاول والاخير مصلحه المنتخب ورضا جماهير الكره على المنتخب، ومحدش عايز حاجه ثانيه. نفرح جدا لما منتخب مصر يقدم عروض قويه تليق بتاريخه وتمتعنا كوره وتحسسنا انه ده منتخب مصر، بصرف النظر عن المكسب والخساره والامثله كتير قوي. وشوفوا في التاريخ ماتشات خسرها المنتخب المصري وكان المنتخب او كانت جماهير المنتخب وجماهير الكوره بتسقف لمنتخب مصر عشان حاسه ان الاولاد قدموا اللي عندهم واكتر من المطلوب. كل التوفيق لمنتخبنا، ونشوف حضراتكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده والسادسه. تحياتي ليكم.